سلام الله عليكم مشاهدينا في لعبة الأمم. ما مستقبل الحرب على اليمن وفيه؟ هل يمكن أن تتوقف وفق أي شروط وظروف؟ نسأل عن المستقبل لأن الأعوام الماضية كانت دموية وتدميرية وشهدت انقسامات كبيرة ومحاولات فرض أمر واقع بالغارات والمدافع، ولم يستطع التحالف بقيادة السعودية الدخول إلى صنعاء، لا بل تقدم أنصار الله وحلفاؤهم في الخريطة الميدانية وفي العمق السعودي برا وبحرا وجوا عبر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وحاليا مع انتخاب بايدن التفاؤل بإنهاء الحرب محتمل، ولا سيما أنه وعد بذلك وبوقف تسليح السعودية. أود أن أوضح أننا لن نبيعهم المزيد من الأسلحة، في الواقع سنجعلهم يدفعون الثمن وسنجعلهم منبوذين. تحظى الحكومة الحالية في السعودية بقليل من القيمة الاجتماعية، وأود أن أنهي الدعم من قبلنا ولا سيما السلاح إلى السعودية حيث يقتلون الأطفال والأبرياء وعليه يجب أن يحاسب. في مقابل وعود جو بايدن، هل تؤثر المصالحة الخليجية في الملف اليمني وكيف؟ وماذا عن الاشتباك الإقليمي ومحاولات المواجهة مع إيران وسط التطبيع مع الاحتلال؟ ما دور اليمن في ذلك كله؟ ولماذا يقول نتنياهو أن اليمن يمثل خطرا على إسرائيل؟ وماذا عن الداخل اليمني بعد تأليف حكومة هادي الجديدة التي استقبلت بتفجيري مطار عدن وقصر المعاشيق؟ مشاهدينا، في حلقة لعبة الأمم لهذا الأسبوع نستضيف من واشنطن الدبلوماسي السابق والكاتب الأستاذ عباس المساوة، ومن فلوريدا السياسي العقيد الطيار أستاذ أنيس المفلحي، وهنا في الاستوديو الكاتب السياسي الأستاذ علي المحطوري. أحييكم ضيوفي جميعا، أسعد الله أوقاتكم. سيد المحطوري، أبدأ معك هنا في الاستوديو، الأقربون أولى بالسؤال الأولي. اليوم ونحن نتحدث يبدو آخر عقبة أمام جو بايدن للتصديق على نتائج الانتخابات في طريق الانتهاء، بمعنى أن إدارة بايدن أصبحت، أو جو بايدن بعد أيام سيبدأ مهامه في البيت الأبيض وستبدأ سياسة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية. مستقبل الحرب في اليمن، اسمح لي أبدأ بهذه النقطة، في ظل إدارة بايدن، هل تتوقع أن ثمة تغييرات كبيرة قد تحدث مع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هي أولا علينا أن نؤكد أولا على أن الحرب على اليمن هو قرار أمريكي واستمرارها قرار أمريكي، والحصار على اليمن قرار أمريكي، واستمرار الحصار أيضا هو قرار أمريكي. هذا كان أيام أوباما، وكان بايدن جزء من إدارة أوباما، والآن وبعد أن جاءت الإدارة ترامب وعملت على استمرار هذه الحرب، السؤال المطروح أمام بايدن بالنسبة للسعودية أنه أنت سمحنا لكم بالحرب على اليمن ودفعناكم بالحرب على اليمن وكنت نائبا، الآن أنا رئيس وأنتم لم تفعلوا شيئا، فهل هو الآن مقدم على أن يعاقب السعودية على أنها لم تنجز ما طلب منها؟ فإذا كان من بايدن شيء فهو ليس لسواد عيون اليمنيين وليس لتخفيف الآلام على اليمنيين، ولكن لأن السعودية لم تكن على مستوى المهمة الأمريكية. لم تكن على مستوى المهمة الأمريكية. تتوقع أن تتوقف الحرب في عهد بايدن؟ هذا في مؤشرات؟ يعني لا يعني باكرا ان باكرا ان ان يعني ان نذهب بهذا الاتجاه، ولا بد ان نكون حذرين جدا، لانه المساله ليست صراع، والحرب على اليمن ليست يعني بتلك البساطه التي يعني يتوقعها هناك مشروع حقيقي في اليمن، هناك مشروع حقيقي، مشروع تحرر حقيقي، ولم يتضرر الامريكيون في المنطقه وأهين الأمريكيون في المنطقة مثل ما أهينوا في اليمن. تعرف على أنه لا توجد سفارة أمريكية خرجت ذليلة مهانة من أي عاصمة عربية في ظل هذه الأحداث كلها التي شهدتها المنطقة مثل ما حصل في العاصمة صنعاء. العاصمة صنعاء وحدها من بين العواصم العربية التي شهدت هذه الانفجارات والثورات
هي التي وجهت البوصلة باتجاه التحرر وأخرجت السفارة الأمريكية وهي الآن واحدة من السفارات التي تعيش حالة اللجوء في السعودية. وكانت مستعمرة صنعاء، كانت مستعمرة أمريكية هنا أستاذ علي تسمح لي. فتم إخراج الأمريكيين بمهانة وهم الآن ينتقمون من اليمن. فهل بايدن يعني يذهب بإنهاء الحرب كإنهاء حرب وإيقاف كلي؟ هو وعد بذلك بالحملة الانتخابية. هو الآن امتحان، هو أمام امتحان. الكونغرس الآن يتجه ديمقراطي بمجلسه، يتجه إلى أن يكون ديمقراطيا، والديمقراطيين يتحدثون عن وقف السلاح. فهم الآن أمام امتحان، ونحن نعتقد بأنه الصراع هو صراع مشاريع وتطلع إلى السيادة والاستقلال. طيب والأمريكيون ليسوا جاهزين على أن يعطوا اليمن كامل السيادة والاستقلال. اسمح لي أنتقل للأستاذ عباس المساوى. حياك الله أستاذ عباس. عندما يعني قيل أنه الإدارة الأمريكية سمحت بعاصفة الحزم في اليمن، كانت تريد تعويض السعودية عن الاتفاق الذي وقع مع إيران بال 2015، اتفاق فيينا، وكان هناك اعتراض شديد من قبل السعودية ودول خليجية على هذا الاتفاق، ومفاجأة كان اعتبروه مفاجأة، وصار في سوء في العلاقة بين الإدارة أوباما التي كان فيها بايدن نائب للرئيس وبين السعودية. فحاولت إدارة بايدن أن تعطي الضوء الأخضر لهذه الحرب كي يمر الاتفاق مع إيران. الآن كأنه الزمن يعيد نفسه، يعني الآن بايدن يريد العودة للاتفاق، وفي تحالف عربي غير عربي في الإقليم يرفض العودة لهذا الاتفاق ويعتبر هذا الاتفاق خطر. ما الذي سوف يؤثره ذلك وهذا الترابط في الملفات على حرب اليمن؟ هل لنا أن نتفائل بأن الحرب ستنتهي مع رحيل دونالد ترامب؟ شكرا لك، شكرا لضيوفك. حياك الله. ولمشاهديك أيضا ولبيروت التي اشتقت إليها كثيرا. يا حياك الله، أهلا وسهلا. أنا بتصوري أن الديمقراطيين في آخر فترة أوباما لم يكن إذنه ربما من الحرب كما تعرف أعلنت من هنا من واشنطن. لم يكن تعويضا للسعودية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد عقدت اتفاقا ظلت 5 سنوات تحاور فيه، كانت سلطنة عمان وسيطا فيه وأردت أن تعاون. أنا أتصور أنه السعودية الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تعطي السعودية وبعض دول الخليج الأولوية في السيطرة على الممرات المائية لقطع الطريق أمام التفوق الصيني الاقتصادي وربطها بأفريقيا. وتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية احتاجت، خاصة في عهد كانت تعول فريق أوباما، كان يعول على فوز هيلاري كلينتون، وهيلاري كلينتون كانت صديقة مقربة من الربيع العربي الذي دعمته السعودية وقطر وبعض دول الخليج، شعلته في اليمن وكذلك في ليبيا وكذلك في سوريا. أرادت السعودية الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في هذا العطاء لدول الخليج لإعطائها هذا الدور. وأنت تعرف أن مرة من المرات وزير عربي، رئيس وزراء عربي، قال أنه كلفنا بالدور في سوريا واليمن وبعض دول. حمد بن جبر بن جاسم. من جاسم. السعودية أن تخوض حرب ظنتها أنها حرب سهلة خاطفة ستكون لأسبوع أسبوعين على الكثير، تسيطر من خلاله على السماء والبر والبحر، وسيأتي اليمن طوعا إلى تحت أقدامها ويقدم لها كل ما تريده وما عجزت عن الحصول عليه، ومنها المهرة ومنفذ إلى البحر، وكذلك السيطرة على مياه وجزر عندما تصبح اليمن بلد ضعيف وممزق وبدأت تأمر على اليمن وإخراجه جيشه تماما من الجاهزية، بل وتقديم كل معلوماته العسكرية ومخازن سلاحه إلى المملكة العربية السعودية من هنا من واشنطن، والفريق الذي عمل على هيكلة الجيش اليمني. استمر نجح ترامب، وكان نجاحه مدويا غير متوقع. جاء ترامب أعطى السعودية، ترامب رجل بيزنس مان، جاء لا يحمل أبدا أخلاق في السياسة، جاء ليقول أمريكا أولا، شركات السلاح أولا، الخليج أولا. وأنت تعرف النتيجة، السعودية قدمت له أنه في حال أعطي لها الضوء الأخضر وبيعت الأسلحة تستطيع أن تقدم الدول العربية قربانا للاتفاق الذي حصل منذ أيام في الاتفاق التطبيع العربي. نعم. جاء بايدن. أنا أتصور أنه بايدن ما تحدث عنه كان يريد أن يكسب الجالية اليمنية الكبيرة في ميتشيجن، وهي التي رجحت فوزه بالمناسبة. الجالية اليمنية واللبنانية والعراقية
هي الأغلب في ديربون، وهي التي رجحت فوزه بعد أن اختطفها ترامب وأعطت له أصوات كثيرة في المجلس الانتخابي. وبالتالي أراد أن يقدم مثل هذا، أراد أن يقول أنا أختلف عن ترامب، أراد أن يؤخلق، يقول أنا أملك، أو الديمقراط أو الديمقراطي نوعا ما يريدون، يقولون احنا والله نمارس السياسه لكن نعطي في هنا مساله استاذ عباس ايضا مهمه، واريد ان اخذ فيها راي الجنرال انيس المفلحي في فلوريدا. جنرال، فيما يعني ما ذكره الاستاذ عباس مقاربه مهمه، ويعني فيها نوع من الشموليه في الترابط بين العديد من التوجهات او الرؤى الامريكيه، لكن بالمقابل إدارة جو بايدن لديها مقاربات مختلفة أو لديها ملاحظات على موضوع التسليح، يعني تسليح السعودية أو صفقات السلاح إلى السعودية التي نظر إليها دونالد ترامب بأنها تدخل الخزينة الأمريكية أموال طائلة، بينما جو بايدن يتحدث عن الأخلاق في السياسة وعن أنه هذا لطخ سمعة أمريكا. أيضا موضوع التفوق الإسرائيلي في الأقليم الذي دونالد ترامب يعني نوعا ما تجاوزه مقابل التطبيع، يعني طائرات الاف 35 وصفقات التي يعني طلبتها الإمارات والآن تطلبها السعودية ومصر تريد منها وإلى آخره. أيضا إدارة بايدن لا تريد كسر تفوق إسرائيل في الأقليم، تعتبر ذلك خطرا. هل تعتقد أن الإدارة بايدن الجديدة ستوقف إمدادات السلاح للرياض؟ وهل صحيح ما يقال أنه وقف إمدادات السلاح يعني وقف الحرب بشكل أوتوماتيكي؟ أولا شكرا لك أخي جمال، حياك الله. تحية لكل المشاهدين الكرام وللأخوة الضيوف عندك في الاستوديو، أو سواء الأخ عباس سواء من واشنطن. صحيح لله، أنا لست في فلوريدا، أنا موجود في نيجيرسي، ولاية نيجيرسي قريبا من نيويورك. هذا نعم. على أي حال يعني سؤالك كان محطة كبيرة في نقل تقريبا الوضع الآن اللي موجود في المنطقة، وخصوصا بعد القمة التي عقدتها السعودية والتي نعتبرها شخصيا أنها سباقا لإدارة بايدن، لأن إدارة بايدن تقريبا الكل يجمع هو مراقب للوضع، هي تكمل الإدارة أوباما خلال 8 سنوات، والجميع يعلم أنه إدارة أوباما خلال الفترة التي كانت ما بين 2012 حتى استلام ترامب كانت هناك كثير في العلاقات الأمريكية السعودية الخليجية بشكل كامل، وكانت هناك توجهات يعني من الجمهوريين في أو الديمقراطيين بإدارة الملف الشرق الأوسط باتجاه إضعاف دور السعودية وإضعاف دول الخليج وبالذات الإمارات العربية التي تعتبر حديثا قويا وشريكا للمملكة العربية السعودية، سواء في التحالف العربي الذي تم تشكيله في مارس 2015 إلى وقتنا الحاضر. أعتقد أنه كل ما قامت به اليوم أو ليلة البارحة الإمارات والمملكة العربية السعودية من جهود كبيرة بذلتها أيضا الكويت، دولة الكويت الشقيقة، وأيضا كما يقال مولانا ترامب في تقريب وجهات النظر بين الفروقات في المنطقة. أنا أعتقد أن هذه هي جزء أو ضربة استباقية لما هو قادم لإدارة الدولة العميقة التي تديرها أو يديرها الجمهوريون في المنطقة. أنا أعتقد هي أيضا هذه الإدارة تدير أو لا تتقاطع مصالحها أو بما يقوم فيه النظام الإيراني في شقيه، يعني لأنه النظام الإيراني خلال فترة حكم أوباما كان أو إدارة أوباما كانت واضحة أنه إيران كانت لها تدخلات كبيرة جدا في المنطقة العربية، وبالتالي كانت من ضمن هذه النتائج هي النتائج الربيع العربي الذي أيضا كانت الدول التحالف أو دول الخليج كانت لها جزء، وقطر أيضا والإمارات العربية المتحدة. سيد أنيس، تقديراتك الشخصية، تقديرك الشخصي حسب متابعتك للأمور، جو بايدن سيوقف إمداد السلاح للسعودية؟ وقف إمداد السلاح سيوقف الحرب بشكل مباشر؟ أنا أعتقد إنه الآن التداعيات الأخيرة التي قامت في أو نتائج القمة العربية الأخيرة
أو القمة الخليجية، أنا أعتقد هي جزء من عملية التسوية السياسية القادمة ليس فقط على مستوى المنطقة، إنما أعتقد بالضرورة مع الأنصار الله في اليمن. وأعتقد أنه مسألة وقت تمويل المملكة العربية السعودية للسباحة، هذا أنا أعتقد أنه أمر مطلق منه، لأنه السعودية هي عبارة عن مخازن كبيرة للسلاح منذ أكثر من 50 عام، وهي تمتلك رسانة سلاح كبيرة جدا، وليس بحاجة إلى أن تنتظر قرار بايدن بمنعها من التمويل في السلاح أو شراء طائرات جديدة ب35. أنا أعتقد أنه أيضا هناك توجهات من القيادة في المملكة العربية السعودية للتوجه إلى المعسكر الشرقي. ربما يعني تابعتم في السابق، كانت هناك زيارات للقيادات السعودية إلى روسيا للتحدث في لقاءات، وكانت هناك تعاون عسكري. هذا ما يقال لبايدن الآن حول السلاح، يقولون إذا وقفت السلاح عن السعودية أو عن الإمارات أو عن باقي الدول توريد السلاح، فإنهم سيبحثون عن مصادر أخرى للسلاح، وتستفيد من ذلك روسيا، ولن تتوقف، لن يوقف الحرب بناء على ذلك. طيب أستاذ أنيس، أنا عندي رأيين سأعرضهما حالا. واحد أو أول رأي لأودي إيفنتال من معهد السياسة والاستراتيجية حول الفكرة التي تحدث عنها تحت عنوان متراوحا بين ترامب وأوباما، كيف يبدو الشرق الأوسط بقيادة بايدن؟ يقول أودي إيفنتال: ستواصل الولايات المتحدة ضمان أمنها في وجه التهديدات الإقليمية، ومن جهة أخرى لن تعطي شيكا مفتوحا لقمع حقوق الإنسان ولخصومات داخلية وحروب كارثية عبر وسطاء وفي مقدمها الحرب في اليمن. وضعت مسيرة التطبيع مستوى عاليا من توريد السلاح الأمريكي المتطور للدول العربية، وستطلب السعودية وقطر، وأيضا ستطلب مصر من ودول أخرى ما حصلت عليه الإمارات، وسيدخل بيع السلاح المليارات إلى الصندوق الأمريكي ويخلق آلاف أماكن العمل في فترة الانتعاش في الأزمة الاقتصادية. في المقابل تعهدت إدارة بايدن بوضع حد للتدخل الأمريكي في حرب اليمن، تتماثل مع انتقاد الديمقراطيين للمس الواسع بالأبرياء وفي موضوع حقوق الإنسان في دول الخليج، ملتزمة بالحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل. وفي ضوء الرفض الأمريكي لتزويد دول المنطقة بالسلاح المتقدم، قد تتوجه إلى شرائه من روسيا، مما يلزم بايدن قانونيا بفرض عقوبات عليها. يعني هذا ما قلت حضرتك سيد المفلحي تماما، أنه ستبحث هذه الدول عن مصادر أخرى. أبو بكر القربي في منتدى فكرة يقول: بوسع بايدن التوسط لإنهاء الحرب في اليمن. أيضا سأعرض هذا الرأي إذا سمحتم ضيوفي ومشاهدينا. يقول أبو بكر القربي: مع تعهد إدارة بايدن في حملتها الانتخابية بإنهاء الحرب في اليمن وفي ظل خططها لتحقيق ذلك، شعر الشعب اليمني من طرفي الصراع بأمل كبير، فهو يدفع ثمن الحرب الباهظ ويبحث عن نهاية، كما رحبت به منظمات دولية عديدة تعمل على التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يواجهها اليمنيون. يقول كذلك: وتدهور مستويات المعيشة والتعليم والصحة الذي سيستمر في التفاقم ما لم يتحقق السلام. من أجل تحقيق هذا الهدف يجب على الولايات المتحدة وضع مبادرة لإنهاء الحرب نفسها، ومع الحروب بالوكالة والصراعات المتعددة الأوجه التي تستعر في المنطقة، مستفيدة من واقع أن كلا طرفي الصراع في اليمن مستعد للقيام بتسوية يرعاها وسيط أمين، ويبحث عن حل يحفظ ماء الوجه. يستوجب اليوم حل الصراع اليمني مشاركة كل الأطراف الخارجية في الصراع، المعروفة منها والخفية، ويجب على كل الأطراف المعنية تحمل مسؤولية إنهاء هذه الحرب اليمنية التي ترعى للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل الاتفاق إلى التوصل لحل في اليمن، أو حل يمني يمني. هكذا يقول أبو بكر القربي. سأختم هذا المحور معك سيد المحطوري إذا سمحت. يعني باقي أيام قليلة، نحن تحدثنا أنه كيف يمكن لبايدن أن يتعامل مع هذه المسألة، لكن لا يمكن أن يخفى الآن بأنه ترامب لا زال لديه وقت قصير، لكنه قد يكون فاعل. معلومات التي وصلت خلال اليومين الماضيين أنه في شخصية كبيرة من السعودية موجودة في واشنطن تجتمع مع إدارة ترامب، في شخصية أيضا إسرائيلية موجودة الآن في البيت الأبيض، ويحاولان إقناع إدارة ترامب بالعديد من القضايا، على رأسها وضع حركة أنصار الله، تصنيف حركة أنصار الله كحركة إرهابية.
في بعض المخاطر مستشارين يمانعون ذلك، لكن هذا متوقع بأي لحظة. هل تتوقع فعلا أن يحصل ذلك؟ يعني وضعوا أو لم يضعوا فماذا بعد يعني هذا الدمر والحرب على الشعب اليمني؟ وضعوا أو لم يضعوا، يعني هم شنوا الحرب وحاصروا اليمن وقتلوا ما قتلوا وارتكبوا آلاف المجازر، وليس في يعني رسميا أن أنصار الله لدى إرهابي، لكن هم يشنون الحرب بكل وحشية ودموية على الشعب اليمني. فعلى كل حال هذه لا تقدم ولا تؤخر عند الـ عند الـ عند أنصار الله ولا عند الجيش واليان الشعبية ولا عند الشعب، لا يقدم ولا يؤخر هذه المسألة. فقط يعني مسألة لماذا تطلبها السعودية بإلحاح في هذه الفترة؟ هو هو على يعني نتذكر السعوديين بعد 21 بعد ثورة 21 سبتمبر يعني أدرجوا أنصار الله في لائحة، يعني هم أعلنوا لائحة الإرهاب، وهي عقلية التحريض والحقد ليس أكثر يعني. وجانب إعلامي ما في مكاسب سياسية من ورائها، ما في شيء يعني بالنسبة للضرر، وناقش للضرر لا ضرر أكثر مما هو حاصل الآن يعني. فقط أيضا بالنسبة لبايدن، إذا كان هناك شيء ما قد يحصل في تخفيف في المنطقة حسب يعني خطاباته الانتخابية، فهو أيضا ليس لشيء أكثر مما هو أن أمريكا مثقلة بتركة ترامب، نعم مثقلة ب يعني تداعيات كورونا والوضع الاقتصادي والآن هذا الانقسام الكبير، يعلم الله أمريكا إلى أين مع هذه الموجة، ما مصير ترامب الآن وما بعد، هذه كلها يعني مثقلة أثقلت يعني، وارتابعنا هذا في خطابات بايدن. فإذا أمريكا مش منهكة من الداخل، مثقلة بكثير من اللفات الداخلية، وهي تريد كان بايدن أو غير بايدن مضطر لأن يتخفف من يعني الملفات الخارجية، ومنها ملف اليمن. أيضا الكثير من التصريحات التي تأتي من صحفيين في الكذا يسمونها الحرب اليمنية، هي حرب أمريكية حقيقية على اليمن وليست حرب يمنية، طيب ولكن حرب أمريكية على اليمن. طيب هنا فقط بس على صفحات برنامج لعبة الأمم كان في استطلاع سأعرضه الآن مباشرة أمامكم مشاهدينا. هل يوقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الحرب على اليمن؟ فيسبوك 66% لا، 34% نعم سيوقف الحرب، على تويتر 44% نعم، 56% لا، متقاربة الأرقام على تويتر، بينما على انستغرام 61% لا، 39% نعم. يعني تقريبا ما في تفاؤل كبير حسب الأرقام التي نراها بوقف الحرب على اليمن. أريد أن أنتقل لفكرة أخرى تتعلق بالحكومة أستاذ عباس المساوى. شكلت حكومة يمنية وأثارت جدل كبير واستقبلت بتفجير في مطار عدن. أول شيء التفجير، من ترجح أن يكون وراء التفجير الذي حصل في مطار عدن؟ الاتهامات طبعا المباشرة كانت لحركة أنصار الله بشكل مباشر، رغم أنه الرئيس عبد ربه منصور هادي أمر بلجنة تحقيق وإلى آخره، لكن قبل أن تعقد لجنة التحقيق وجهت الاتهامات لحركة أنصار الله. ما هو الأهداف السياسية بتقديرك والجهة التي وقفت وراء تفجير المطار حال وصول الحكومة؟ شكرا لك. قبل الإجابة على السؤال لو أعطيتني ثواني فقط معدودة، فضل فضل. مرت نقطة في غاية الأهمية، الأولى لماذا تضغط السعودية، تحاول السعودية أن تضغط على إدارة ترامب الآن أن يصنف الحوثيين كجماعة إرهابية، من أجل أن تحرج حكومة بايدن في المستقبل القريب من أنها تتابع الحرب في اليمن بطريقة أو بأخرى، وأنها تتابع جماعة إرهابية، وبالتالي نحن نفعل كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من دولة، ويتستخدم الدرون في تتبع الإرهابيين القاعدة وغيره وتقصفهم من الجو، وتستخدم كل الوسائل لمحاربة التنظيمة الإرهابية، وبالتالي السعودية تريد أن تقول نحن أيضا نحارب هذا التنظيم الإرهابي وندعم الشرعية. نعم. الأمر الثاني، هل السعودية، هل الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف تزود الأسلحة؟ التسليح السعودي والتدريب السعودي والطيران السعودي وكل ما تفعله السعودية في اليمن هو بدعم أمريكي لا محدود، حتى أن الطيارين والمخططين والذين يشرفون على الحرب هم من الأمريكيين والبريطانيين، وبالتالي هذا الإيقاف سيؤثر تماما على الحرب، على أداء السعودية في الحرب في اليمن، رغم الفشل الذريع الذي منيت به. نعم. سيبقى شيء واحد، درجات السعودية أن تشتري السلاح من دول روسيا، من دول الاتحاد السوفيتي السابق او من روسيا،
ستتحول السعودية إلى الحرب بطريقة مختلفة، ستدعم فقط التنظيمات الموجودة في الداخل، تزودهم بالسلاح الروسي، وبالتالي تستمر الحرب إلى ما لا نهاية، وهذا يعتمد على اليمين أنفسهم. بالنسبة لمطار عدن، نعم، أنا أتصور الذي قام بالتفجير، أنا هنا لا أوجه التهم لأحد، لكن الذي قام بالتفجير يريد أن يقدم فقط رسالة دموية، ولا يريد أن يستهدف الحكومة، فقط هي رسالة بطعم الدم، بطعم الموت للحكومة الموجودة. هناك اختلاف كبير في داخل فصائل الحراك الانتقالي المدعوم خليجيا في داخل البلد. أنا أختلف تماما أن هناك خلاف سعودي إماراتي في داخل ملف اليمن. أنا أتصور وأؤكد وفقا لكل المعطيات الموجودة أن هناك توافق إماراتي سعودي خليجي على كل الملفات تقريبا، إذا ما استثنينا قطر لاحقا بعد 2017، وعمان كما تعرف انخرط في هذا الصراع منذ بدايته. نعم. والكويت ربما رأي أيضا مخالف أيضا. أنا أتصور أنهم متفقون اتفاق كامل على الذي يجري في اليمن، إنما الحراك الانفصال نفسه، هناك المشكلة الآن هي ليست مشكلة الحوثيين مع الانتقالي، هي مشكلة الشرعية مع الانتقالي. وهذه الدولة سبق، وهذه الدولة عندما أرسلت وزراءها إلى عدن وجهت بتحذيرات مباشرة من قبل فريق الانتقالي أنه انتبهوا أن تغيروا المعطيات القومية بين قوسين لدولة الجنوب العربي كما يقولون. نعم. تغيير القوم إلى ذلك، إذن أنتم ضيوف، إياكم أن تتحرجوا خارج السياق المرسوم لكم، المعاشر، توفير الكهرباء والماء والمرتبات، هذا نعم. هو عملكم، لكن أمن يشرف عليه الانتقالي والخليج، والسعودية نفسها زجت بآلاف الجنود والمدرعات هناك، وبالتالي من يتحمل مسؤولية هذا الفعل هو السعودية والانتقالي والإمارات ودول الخليج، ربما أمريكا، وربما نعم. الدول التي وبريطانيا أيضا تشرف على الملف اليمني الجنوبي بشكل مطلق. طيب هنا فقط، يعني عندما وجه الاتهام لحركة أنصار الله مباشرة، طلب من مندوب اليمن في مجلس الأمن أن يعني يطرح المسألة ويتهم حركة أنصار الله ويأخذ إدانة من مجلس الأمن، في ذات الوقت كان الرئيس عبد ربه منصور هادي يعلن تشكيل لجنة تحقيق، كان خصم حركة أنصار الله هاني بن بوريك يقول لا تتسرعوا في إلقاء التهمة على الحوثيين لأنهم ليسوا الطرف الوحيد الذي تضرر من اتفاق الرياض. صحيفة يمنية وطن الغد نشرت صورة الملحق العسكري اليمني الجنرال شلال علي شايع مسؤول أمن عدن يغادر المطار بسيارة مصفحة قبل الانفجار بدقائق. يعني رغم كل هذا، وفي يعني المتابع لوسائل التواصل تويتر وإلى آخره لقادة يمنيون كثيرون في الحكومة وخارج الحكومة، تجد أنه في اتهامات متبادلة رغم أنه رسميا تم اتهام حركة أنصار الله. سأسأل الأستاذ أنيس المفلحي هذا السؤال بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل ونعود. تحيه جديد مشاهدينا في لعبة الأمم، نتحدث عن مستقبل الحرب في اليمن في ظل تغييرات كثيرة في الإقليم وفي ظل إدارة أمريكية جديدة. أستاذ أنيس المفلحي، لا أريد أن أعيد السؤال، تفضل أستمع لرأيك، تفضل. دعني على أجل أعلق على كلام الأخ عباس. تفضل. أعتقد أن الأخ عباس مساء لديه فوبيا من مسألة الجنوب منذ أن كان نظام عفاش، وكان أحد تلامذة النظام عفاش الأخ عباس مساوى الذي حصل على منصب ملحق سياسي في أحد لا علاقة لنا بما كان فيه. نناقش رأيه السياسي. نعم نناقش رأيه السياسي، وهو هذا الرأي السياسي أعتقد هو متوارث لديه منذ هذا منذ ذاك النظام، وإنما يغير بعض الأحداث على حسب موجة المراحل أو المرحلة التي تغير بعض الأحداث الموجودة. الجانب الآخر والمهم، أعتقد أنه هناك سبق إعلامي للإخوان في قناة الميادين في قيادة أعتقد وإظهار القضية الجنوبية بشكل جيد جدا في ما بين فترة انطلاق قناة الميادين، وكانت تنقل المظاهرات من واشنطن عبر الأخ يعني نزار عبود وغيرها في الداخل أيضا. وبالتالي لا يستطيع الأخ عباس مساوى أو غيره أن ينكر أن القضية الجنوبية هي موجودة منذ ما بعد 94 احتلال النظام الشمالي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وهذه القضية تقريبا لا يستطيع لا هو ولا غيره أن يعني يضع يعني شروطه المسبقة في
يعني التسوية السياسية التي ربما ستحل أو ستكون في اليمن دون أن تحل القضية الجنوبية بما يتطلبه بأهداف شعبنا الجنوبي. الجانب الآخر والنقطة المهمة هي يعني أحداث مطار عدن، وهذه نقطة مهمة جدا. أعتقد أنا أتفق في نوعا ما مع بعض الطرح الذي طرحه الأخ عباس إن شاء الله، استباق الاتهام للإخوان أو لأنصار الله في يعني دون تحقيقات واضحة وشفافة ودون أي أدلة مسبقة دين أنصار الله في يعني هذا أو هذا الحدث أو الجريمة الكبرى التي ارتكبت في مطار عدن، على الرغم أن لا أبرئ أنصار الله من جرائم كثيرة ارتكبت في اليمن سواء ضد الشعب اليمني في الشمال أو ضد الشعب الجنوب في الجنوب، وأعتقد أن التاريخ هو يقيد كل شيء. أعتقد أنه جاءت التصريحات الأولية من وزير الإعلام اللي هو الأخ الرياني الذي أعتقد مقره الوحيد هو تويتر، ولديه إسهال كبير في مسألة نشر المعلومات ونشر أيضا الأكاذيب ونشر أيضا التقارير دون العودة إلى الحكومة، دون العودة إلى رئيس الحكومة دكتور معين، دون العودة إلى رئيس النظام الشرعية أو الشرعية الرئيس الصرافي، دون العودة إلى دلالات أو إلى تحقيقات شفافة تثبت يعني مصدر إطلاق الصواريخ التي يعني طيب سقطت. هذه نقطة، لكن أثرت شيء مهم أستاذ أنيس. أثرت شيء مهم، موضوع القضية الجنوبية وهو مرتبط بموضوع الحكومة كما تعرف. أين القضية الجنوبية و يعني الآن أعضاء في الجنوبيين من الحكومة أو في الحكومة أخذوا نصف الحكومة وأدوا اليمين في الرياض على الوحدة؟ حتى نكون صريحين في هذا الاتجاه، نحن ضد اتفاق رياض جمله تفصيله، ولكن المرحله تتطلب مننا ان نتماشى مع ما هو يعني مفروض من قبل دول التحالف وايضا المبعوث الدولي في تبرير بعض الصعوبات لتمرير بعض يعني لتبرير بعض الامور للتسويه السياسيه القادمه، لانه لا توجد تسويه للشرعيه في التفاوض في المرحله القادمه. يعني انتم تعلمون ان الشرعيه منذ 6 أعوام في فنادق الرياض لا تعمل شيء، بل هي ربما يعني اصبحوا مغتربين اكثر من المغتربين انفسهم الذين يعني لم يحركوا ساكن منذ 6 أعوام ولم يقوموا رغم الدعم اللوجستي والدعم المادي والدعم الاستخباراتي والدعم العسكري الذي قدمته دول التحالف خلال المرحله 6 أعوام، لانهم لم يتقدموا باي شيء. الملفت للانتباه اخي جمال، الملفت للانتباه ان كل الوزراء الذين كانوا موجودين في الطائره بغياب وزير الدفاع، وزير الدفاع لم يكن موجودا في هذه الطائره، هنا علامه استفهام. فدعني اعود لك الى النقطه المهمه، لان هناك تكهنات كثيره جدا بما يخص الانفجارات التي حصلت في مطار عدن. طبعا الكل ما يخص الشرعيه ويعني اروقتها الاعلاميه بادرت في اتهام الحوثي، وانا اكرر ان لست في دفاع عن الحوثي هنا، الحوثي هو اكثر اجراما من الطرف الاخر، ولكن الشيء المهم والاهم انه حسب التقديرات يقال انه الصواريخ الثلاثه او الاربعه انطلقت من منطقه في تعز الكل يعرفها وهي قريبه، هذه المنطقه تعتبر مناصبه، هذه المنطقه تعتبر مناصبه بين ميليشيات انصار الله الى يعني الطرف الاخر وهي ميليشيات يعني حزب الاصلاح اليمني مسيطرين على تلك المناطق، وبالتالي هذه رساله تركيه قطريه يعني كما يقال يعني وهنا علامه السؤال انه سبب عدم حضور ومشاركه وزير الدفاع الذي هو اساسا يعني جزء من هذه المنظومه، هذا جانب. هذا سؤال كبير. هذه المشكله الاخرى والاهم انه الرئيس عبد الرب منصور هادي عندما حصل الانفجار في مطار عدن قام بتشكيل لجنه، واللجنه هي يعني برئاسه وزير الداخليه توجهه وانتمائه معروف جدا، هو ينتمي الى حزب الاصلاح اليمني، وبالتالي هو مسيس. ونرى خلال فتره خياليه دقيقه تم صمت كل معالم الاحداث اللي موجوده في المطار والخراب التي تسببت فيه الضربه الصاروخيه بشكل مخيف وسريع.
مع أن وهذا ما قامت فيه اللجنة العادة أعمار السعودية خلال لا يتجاوز عن 48 ساعة قامت ترميم المطاف. السؤال المهم والأهم هنا كيف يعني المملكة العربية السعودية وأشقائنا السعوديين حقيقة هم قدموا الكثير ولكن قاموا بالترميم دون أن يتجهوا إلى مسألة يعني استكمال التحقيقات. طيب هنا خليني تسمح لي أخذ رأي الأستاذ علي المحطوري في هذه المسألة وأيضا يعني بقي عندي نقطتين في موضوع الحكومة لأنه أيضا لدي محور آخر يجب. تفضل أستاذ علي. يعني حقيقة هذا الذي حصل في الجنوب بالنسبة للحكومة والتفجيرات هذه أنهم يتبادلون فيما بينهم يعني هو تفجيرات غامضة وتبادلهم بالاتهامات زادت الغموض غموضا وعدم تبني أي جهة لهذا المسألة أيضا هذا مما زاد في هذا الغموض. يبقى على أن هذه الحكومة هي في نهاية المطاف موجودة وجودها وعدمها على سواء على حد سواء. لكن بين التمسك بالوحدة شمال جنوب يعني حسب الرؤية السعودية وبين عودة اليمن الجنوبي أو عودة يمن شمالي يمن جنوبي وفق الرؤية الإماراتية باتفاق الرياض أو بتشكيل الحكومة ثبتت الرؤية السعودية؟ يعني هي في النهاية هذه هل ستبقى هذه الحكومة مع ثم ما هي من حكومة؟ لاحظ هناك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عندها صلاحيات ما ليس لهذه الصلاحية ما ليس لهذه الحكومة يعني ما ليس لها شيء ولا يملكون الذي أعضاء هذه الحكومة لا يملكون الحرية الحركة داخل غرف نومهم حتى أنهم يتحركوا داخل مكاتبهم إذا كان لهم مكاتب. يعني أيضا ما أعرف أنه كان هناك مثلا مدير أمن سابق الخالدي وهو من حضرموت رفض الانتقال لتسليمه إدارة الأمن رغم مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة وكان معين لستة أشهر وكما قرأت ورفض تسليمه ولم يتمكن من مزاولة عمله. يعني حكومة بلا صلاحيات فقد حكومة ديكورية الأهم بالنسبة للشعب اليمني وللكاف وللكثيرين من أبناء الجنوب الأحرار أن هناك احتلال هذا الذي ينبغي مواجهته. هناك احتلال إماراتي أمريكي سعودي لأجزاء واسعة من الجنوب وهذا الذي ينبغي العمل على مواجهته وأي إشكاليات داخلية شمالية جنوبية مع تحفظ على هذه المصطلحات يعني تعالج يمنيا يعني لا دخل للسعودية في هذا. على السعودية أن تنتبه أنا لم أقاطعك فلتنتبه السعودية لنفسها الإمارات لتنتبه لنفسها الشعب اليمني قادر على أن يتحرك ويتقدم في خياراته التحررية كما استطاع وأنجز الكثير من الملفات في المناطق المحررة في المحافظات الشمالية. هو قادر على أن يمد وأن ينهض وأن يستأل الكثير من أبناء الجنوب لهذا المشروع مشروع أنه يمن يتحرر ويخرج هؤلاء جماعة أمريكا يخرجوا من اليمن كما خرجوا من صنعاء فليخرجوا من عدن ويخرجوا من حضرموت ويخرجوا من المهرة ويخرجوا من سقطرة واليمنيون هم يعني قادرون على إدارة شؤون بلدهم. لسنا أو ليس اليمنيين الأحرار من اليمنيين ليسوا مستعدين لأن تكون هناك وصاية لا على الشمال ولا على الجنوب. الوصاية على الجنوب هو خطر على الشمال. طيب فبالتالي هذا أمر مرفوض ومواجهته هو الخيار القائم الآن وبعد 10 سنوات. سأعود إليك بالنقطة الجديدة أو النقطة اللاحقة المتعلقة بإسرائيل كلاعب في اليمن. إسرائيل تقول في تهديد عليها من اليمن وتتصاعد هذه المسألة. يوم حتى قبل ساعة ما ندخل من الاستوديو كان في تصريحات إسرائيلية بهذا الإطار. لكن في ملاحظات الأستاذ أنيس أنا لاحظت أنه حاول أن يقول شيء. تفضل أستاذ أنيس. لا يعني أنا أريد أن أصحح معلومات. يقول لك طبعا المثل إن أردت أن تعرف مقامك فانظر إلى كلامك. أنا أعتقد أنه الأقل الضيف الكريم الأخ علي هو يتحدث عن مدير الأمن السابق وهو الحامدي وهي حالة استثنائية وهناك حصلت بعض الظروف
الشيء المهم الآخر أنه أريد أن أعقب على كلامه أنه العدو الأمريكي اللي موجود والاحتلال اللي موجود في المحافظات، وهذا هراء يعني نحن تعاقبنا عليه من قبل أو سمعها من قبل الأشقاء أو الأخوان في أنصار الله، والطرف الآخر التابع للنظام يعني عفاش أو أيضا كل القوى السياسية التابعة للجمهورية العربية اليمنية في حد سواء تتشابه في القول وفي الكذب، ويعني يكذبون كما يتنفسون في هذا الاتجاه ما يخص القضية الجنوبية لأن هي القضية لكن الأهم. أستاذ أنيس، طارق صالح حليف الانتقال الجنوبي اليوم. طارق عفاش هو ليس حليف، طارق عفاش فرض على الجنوبيين وفرض على يعني المحافظات الجنوبية من قبل التحالف العربي، وهو يعني يدعم أو يتم دعمه من قبل الأشقاء في الإمارات العربية السعودية، أيضا من قبل المملكة العربية السعودية، كلهم يعني يلتقون في مكان واحد، قضينة واحدة ومن سلاح واحد يعني يتم تسليحهم. أنا أعتقد أنه طارق عفاش حتى لا نعود إلى هذه النقطة هو يعني من الناس الذين لهم يعني تقريبا حق في العودة إلى صنعاء، وبالتالي هو ليس كسيف بلدي يزن يبحث عن يعني العون من الآخرين حتى يعود إلى صنعاء وحكم صنعاء مرة أخرى، هو شريك في المؤتمر الشعبي مثله مثل حزب الإصلاح. تمام تمام أستاذ تمام، بس بسرعة يعني لأنه الوقت يعني لغة الحوار ينبغي أن تكون محترمة، يعني كلمة يعني أنا الآن في الاستوديو وقادر على أن أرد وأقول مرتزقة وعملاء وآخر، فكلمة هراء وكلمة تكذبون كما يتنفسون، نحن في برنامج يعني حوار سياسي محترم وينبغي أن نحافظ على هذا الموقف، وإلا في كما قلت لك يعني من يسمع هذه الاتهامات المتبادلة بين شرعيتهم وبين انتقاليهم يرى بأن وأن وهذه الحكومة الموجودة كأن الحرب المفروضة على اليمن هي حرب بين الشرعية وبين الانتقالي، والآن جاء وشكل حكومة وانتهت الحرب. يعني إذا كان 6 سنوات ولم يستطيعوا أن يقدموا نموذج، ما هذا التحالف؟ طيب. ما هذا السخافة عند التحالف؟ ما هذا السخافة عند التحالف؟ هذا التحالف السخيف الذي لم يستطع أن يقدم نموذجا جيدا في الجنوب حتى يعني يكسب الشعب اليمني ونكون كلنا مع التحالف. أما هذا الدمار والاغتيالات والدماء وكذا، ولم يستطيعوا أن يعملوا شيئا فيما يسمونه بالمناطق المحررة، ثم يأتي ويتحدثون على يعني اولا الامور وقع. طيب. يعني عم يقول لك استاذ انيس، عم يقول لك الخلاف بين الشرعيه وبين الانتقالي، بين الانتقالي وبين الجنوبيين الاخرين، لانه الانتقالي كمان لا يمثل كل الجنوبيين، في كثير من المحافظات الجنوبيه معارضه، يعني بمعنى يعني تفضل بسرعه اخي جمال دعنا نضع النقاط على الحيط. انا لست انتقاليا، ولكن انا من الناصرين الانتقالي كونه الوعاء الوحيد الذي الى الان لديه قوه شعبيه وقوه عسكريه ضاربه في الجنوب. انا اماراتي يا اخي، دعني اكمل بسرعه استاذ، يلا اذا سمحت. انا اقدر الانتماءات الحزبيه للاخ فادي باعوم وكل الاخوان الذين قدموا لقاءات كثيره في هذا البرنامج في قناه الطقم المقرة، لكن ليس لهم حامل شرعي جنوبي شعبي كبير داخل. ونحن فتحنا يعني وبنطالب الاخوان في الانتقالي ان يفتحوا ابواب يعني التفاهمات مع الاطراف الاخرى الجنوبيه حتى تكون لهم يعني مكانة في التسوية القادمة التي ربما ستكون خلال بعد يعني تنصيب الأخ أو تنصيب بايدن في البيت. تمام. جانب الآخر يا أخي، من العيب الأخ علي أن يقول أن المتواجدين في عدن هم عبارة عن مرتزقة. يا أخي وأنت من؟ أنت مرتزقة محسوب على إيران. نحن لا نقول هذا الكلام، نحن نقول أن أنصار الله لديهم قضية. أنصار الله يعني دخلوا بمشروع واضح في بداية الأمر وطالبوا. طيب. يعني بمثل خلينا نضبط الحوار أستاذ أنيس في موضوع قبل أن ننتقل لموضوع إسرائيل، المصالحة الخليجية سيد عباس المساوى، المصالحة القطرية السعودية التي شهدنا عليها يوم أمس أو أول أمس، لها تأثير مباشر على ما يجري في اليمن، على الحرب في اليمن بتقديرك؟ شكرا لك، برنامج عميق وهذه الحلقات وهذا البرنامج يعد للتقديم رؤى عميقة للغاية وليس حديث سطحي واتهامات وكلام معروف. الذي أريد فقط ألا يكون الحلقة بين اثنين وأنا نسيت ليه.
بالنسبة للاتفاق الخليجي، أنا بتصوري أنه التطبيع الخليجي مع الإسرائيليين، وأيضا تطبيع العلاقات وإن قلنا بين الطرفين كما هو معلن الآن السعودية وقطر، ما دلالاته في هذه المرحلة؟ هل هو استباق لبايدن الذي يمكن أن يحرك الملفات؟ وأنت تعرف أن قطر عندما كانت في التحالف العربي أو ما يسمى بالتحالف العربي قبل 2017 كان له تأثير حقيقي خاصة في الميديا، وحصل هناك عزلة لليمن تماما في الإعلام، حتى تكاد كانت الجزيرة بمثابة الناطق الرسمي باسم هذا التحالف، وكانت تبيض جرائم في داخل اليمن، وانت تعرف ان معظم الجرائم التي ارتكبت في اليمن كانت ما قبل 2019 وما زالت الى 17 وما زالت الى الان. اريد ان اذكر فقط ان قطر شاركت ب1000 جندي، قطر شاركت ب10 طائرات حربيه، قطر طيروها قاموا ب2000 ساعه طيران فوق سماء اليمن، قصفوا خلالها اليمنيين والبنى التحتيه اليمنيه. وبالتالي بعد أن خرجت قطر خرجت من هذا التحالف، تحولت قطر إلى الضد تماما وذهبت باتجاه إيران، وفتحت المجال للحوثيين أيضا، كسرت عزلتهم الإعلامية التي وقعت عليهم وفتحتهم الهواء. والآن ما هو التخوف يأتي من هنا؟ لماذا بهذا التوقيت بالذات؟ ولا تنسى أن كوشنر كان حاضرا، ولا تنسى أن هذه المشكلة الخليجية تمت بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية وغضت الطرف عنها ولم تشأ أن تصلح بين الطرفين، والآن تم التصالح بإعاز أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، وكوشنر هو العراب الطريقتين وهو عراب أيضا التطبيع كان مشرفا عليها. هل أن قطر ستفتح الباب للسعودية بين تركيا ويعود الدور السعودي القطري التركي إلى سوريا، أم أن قطر سيكون لها وضع آخر، ستعود للتحالف العربي وتتقرب أكثر وتغير من شكلتها وتصبح يعني دور كويتي جديد بالنسبة للملف اليمني، فيما إذا كانت إدارة بايدن صادقة في عدم مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية؟ طيب بقي معي وقت. لن تنتهي الحرب بجرة قدم، لن تنتهي الحرب بهذه الطريقة التي ممكن أن نتصورها ونتمناها. الولايات المتحدة ستظل الولايات المتحدة الأمريكية، إنما الجراحة العميقة التي عمقت الآن بفعل الانقسام السياسي الداخلي، الانهيار الاقتصادي، أنا أحدثك من هنا من الولايات المتحدة الأمريكية، حجم الانقسام السياسي والغزو والأزمة الاقتصادية أكبر بكثير من أن تلتفت إلى ملفات خارجية. طيب بايدن أستاذ عباس، أستاذ عباس لأنه ما بقي معي سوى قليل جدا من الوقت، أستاذ علي المحطوري، في موضوع ولا يحتاج إلى حلقة كاملة، يتعلق بما تقول إسرائيل بأنه التهديد قادم من اليمن على إسرائيل. في هارتس مركز المقدسي لشؤون العامة والدولة تحدث عن هذا الموضوع، هارتس الإسرائيلية نشرت تقرير عن هذا الموضوع، هيئة البث الإسرائيلي الحكومية أيضا ما في وقت لاستعراض ماذا يقولون، لكن الكل يقول أو الإسرائيليون بدأوا يتحدثون عن أنهم يمكن أن يستهدفوا من اليمن. كيف تقرأ هذه اللغة حاليا؟ هل أصبحت إسرائيل لاعبا أساسيا في حرب اليمن؟ إسرائيل هي لاعب أساسي من أول مرحلة، ولا يعني وغير صدفة على أنه جماعة العدوان على اليمن هم جماعة التطبيع مع إسرائيل، وأن الحرب على اليمن كان من نتائجه هو هذا ذهاب المنطقة باتجاه التطبيع، والتطبيع هو تصعيد للعدوان على اليمن وغير اليمن. هذه التصريحات يعني الإسرائيلية في سياقها الحالي يعني أنا أقرأها في مرحلة على أنه يعني قد يكون هناك في اليمن، مع أنه هي تصريحات لا تزال إعلامية وغير معنيين بالتعليق عليها، لكن يعني ما يهمنا هو أن هناك خوف وقلق إسرائيلي من التطورات الجارية في اليمن، وهذا يكفي على أن مشروع اليمن مشروع حقيقي وتحرر فلسطين المحتلة، يعني الكيان الإسرائيلي من داخل اليمن، يعني في عالم الصواريخ والطائرات المسيرة، يعني الله أعلم مسافة بعيدة، يعني أقرب مسافة باتجاه إيلات تقريبا، يعني صواريخ اليمن وصلت الى الرياض والى الامارات والناطق يحيى سريع الناطق الرسمي باسم القوات المسلحه هدد بقصف الامارات، فمن وصل خلال 6 سنوات الى الامارات والى سيكون الرياض لنا حلقه يعني كامله. المهم انه هناك خط دفاع اول عن اسرائيل هو السعوديه يهتز، وهذا هو ما يهمنا من هذه التصريحات الإسرائيلية. طيب وإسرائيل تخشى
من اهتزاز خط الدفاع الأول هذا. هذا يحتاج إلى حلقة خاصة، وأعدك ربما يكون لنا حلقة تتعلق بهذا الأمر. أستاذ علي المحطوري الكاتب السياسي، أشكر حضورك هنا في الاستوديو. أستاذ عباس المساوى الدبلوماسي اليمني السابق من واشنطن، شكرا جزيلا. من نيوجيرسي العقيد طيار أنيس المفلحي، وأيضا الكاتب السياسي، أشكرك أيضا جزيل الشكر. بترا أبي نادر في الإخراج، شكرا جزيلا. وزاهر أبو حمدة منتج هذا البرنامج، أشكره شكرا جزيلا. وإلى اللقاء في الأربعاء المقبل.